السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في قناة مصراوي بلس. النهاردة هنشرح درس جميل ودرس حلو عن الذكاء الاصطناعي، وهو موقع اسمه بيكاسو الخليج، وهو مولد صور من خلال النصوص، وهو مولد صور بالذكاء الاصطناعي. طبعا احنا بدأنا نشوف المواقع العربية والخليجية بتظهر على الساحة اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، فالنهاردة انا جايب لكم موقع اسمه بيكاسو الخليج، والموقع دوت بيعمل صور جميلة جدا جدا باللغة العربية، تحط له النصوص باللغة العربية وهو يحولها لك الى صورة. بس قبل ما نبدأ الشرح، لو انت اول مرة تشوف قناة مصر بلس، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك للفيديو وشاركه مع اصدقائك. وبسم الله نبدأ الشرح. النهاردة هندخل على بيكاسو الخليج، هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو في الوصف إن شاء الله. هندخل من كلمة دخول، هنا كلمة دخول بيقول لك عاوز تدخل عن طريق جوجل أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الجيميل. فإحنا هندخل عن طريق مثلا الحساب بتاعنا هو على جوجل، هندخل بحسابنا على جوجل ونقول له متابعة. طبعا هو بياخد صلاحيات العادية زي بتاعت اي حد، فهو هنا بيدي لك 10 بوينت او 10 نقط لكل حساب، فانت ممكن بعد ما تخلص ال10 نقط تغير الحساب بتاعك عشان تاخد 10 نقط تانية. هتضغط على ولد الصورة وهتكتب هنا مثلا، هنقول له عاوزين مثلا حمار، صورة حمار على المريخ ويرتدي سترة او بدلة فضاء. هنقول له طبعا الصورة تخيلية، هنقول له احنا عاوزين حمار على المريخ وبيلبس بدلة فضاء، ونقول له ولد الصورة. زي ما انتم شايفين كده هيبدأ يولد لنا الصورة في خلال، بيقول لك في خلال دقيقة هتكون الصورة موجودة عندك. فهنشوف هو خد نقطة واحدة من ال10 نقط. شوف زي ما انتم شايفين كده فعلا جاب لنا حمار ولابس بدلة بتاعة فضاء على كوكب المريخ، والصورة جاية بجودة عالية جدا، ممكن تحمل الصورة من هنا. طيب لو احنا عاوزين مثلا طفل صغير أمام التلفاز وبجواره القطة الصغيرة، قلت له عاوز طفل صغير وهو قاعد قدام التلفزيون وجنبه قطة، فهنشوف كده نقول له ولد الصورة ونشوف هيعمل ايه. فالموقع زي ما انتم شايفين هو سريع جدا في التعامل، بالظبط جاب لنا طفل صغير فعلا والتلفزيون قدامه وقطه جنبه، والصوره واقعيه جدا جدا، يعني من افضل المواقع اللي ممكن تحصل على صوره واقعيه من عليها. فخلينا طيب نشوف حاجه تانية. طبعا كل صوره بياخد نقطه واحنا معانا 10 نقط، فخلينا مثلا نقول شكل الاهرامات المصريه سنة 2050، فنشوف كده هيعمل ايه. بنقول له تخيل شكل الأهرامات المصرية سنة 2050، جاب لنا صورة الأهرامات زي ما هي، طبعا مفيش أي تعديل. طب خلينا نقول له مثلا الأهرامات بجوار نهر النيل والأشجار، هنشوف هيعمل لنا ايه. هيجيب لنا، خلي بالكوا نهر النيل كان زمان ايام الاهرامات جنب الاهرامات، بالظبط كده ايام الفراعنه كان جنب الاهرامات، وزي ما انتم شايفين الصوره جت مناسبه. طبعا مش هقول لكم بقى تقدروا تولدوا اي صوره انتوا عاوزينها او تتخيلوا اي صوره في دماغكم انتوا عاوزينها، مثلا فصل به مجموعه الطلاب والمدرس يشرح لهم، هيبدأ هو يعمل لنا فصل وفي طلاب ومدرس واقف يشرح لهم. زي ما انتم شايفين كده الصورة ولا كأنها بالذكاء الاصطناعي، وطبعا الصورة دي غير موجودة على الإنترنت بالكامل، الذكاء الاصطناعي هو اللي نشأها من الأول للآخر. مجموعة الطلبة قاعدين والمدرس بيشرح لهم على السبورة زي ما انتم شايفين. وطبعا طب خلينا نعمل شعار مثلا، شعار أو لوجو لشركة تسويق
الكتروني باسم نصر مثلا، هنشوف هيجيب، هل بيتعرف على النصوص ولا لا. طيب حلو والله، يعني هو بدأ يعني يعمل لنا الشعار، بس النصوص ما زالت برضو النصوص مش كاملة، يعني في غلط في النصوص. فطبعا نشوف معرض الصور بتاع الموقع ده علشان ما اطولش عليك الفيديو. هو بيعمل زي ما انتم شايفين كده نصوص، وبيعمل صور، وبيعمل صور تخيلية جميلة جدا، وباين ان هي طبيعية جدا، ولوحات فنية. وزي مثلا ده، الصورة دي جميلة جدا، باينة الإضاءة فيها، التوزيع بتاعها جامد. فإحنا ممكن ناخد اللي هو البرومت ده ونروح نقول له اعمل لنا زيه، ونشوف هيجيب لنا حاجة جديدة. بيقول لك إن أنا عاوز لمبة قديمة في مع إضاءة نايلون، و 4K الريزوليشن بتاعها، أو الريزوليشن بتاعها أو الجودة بتاعتها 4K. طبعا احنا كتبنا النص بالانجليزية، فهنشوف دلوقتي الصورة طلعت ازاي، عشان دي اخر صورة لان الفيديو هيطول مننا. فهو بيعالج النص زي ما انتم شايفين كده، جابها لنا صورة جميلة جدا وجودة 4K. بس ده شرح النهاردة، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتعمل لنا لايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.